ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع المستشار الاقتصادي والعضو في اللجنة الاقتصادية بهيئة الطوارئ الأستاذ أمين فارس. يعطيك ألف عافية أستاذ أمين. يعني بداية دعنا نسأل ما هو دوركم في هذه اللجنة؟ هذه اللجنة تمت إقامتها كامتداد لقرار من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. في البداية كانت معدة لنقاش الخطط الاقتصادية المتوقعة من قبل الحكومة التي على وشك التشكيل، والأزمة باغتتنا وتم تحويل مهام هذه اللجنة لتعنى فيما يطرأ من ناحية اقتصادية وما يواجه المجتمع العربي بشكل خاص من ناحية اقتصادية. دور اللجنة أو الطاقم المشكل برئاسة الزميل أيمن سيف هو عمليا همزة وصل بين متطلباتنا كمجتمع عربي، ونحن نعرف أن المجتمع العربي له متطلبات واحتياجات خاصة تختلف عن الاحتياجات العامة في البلاد من ناحية الاقتصادية، رغم أن هناك طبعا أزمة تعصف لكل البلاد وليس فقط المجتمع العربي. وهمزة وصل بين هذه الاحتياجات والمطالب وبين الحكومة والوزارات المختلفة المعنية بسد هذه الاحتياجات. أستاذ أمين، يعني الجانب الاقتصادي لا يخفى على أحد أنه هو سبب لأرق وقلق كبير عند المواطنين في هذه الفترة. هل هناك خطط عينية بدأتم العمل عليها أو ستبدأون في القريب العمل عليها؟ نعم، هناك نقاش للخطة الاقتصادية التي تمت بلورتها من قبل الحكومة التي تعرف بخطة 80 أو 90 مليار شيكل. هناك مقترحات لها طبعا تأثيرات على المجتمع العربي تختلف عما هو عليه في المجتمع اليهودي، خاصة ما يخص دعم المصالح الصغيرة واحتياجات المستقلين والأجرين، ولكن بشكل خاص المصالح التي تضررت بشكل كبير نتيجة لهذا الوباء الموازي لوباء الكوليرا، الوباء الكورونا آسف، الوباء الموازي لوباء تفشي. هناك وباء الاقتصادي ليعصف ليس فقط في المجتمع المحلي وإنما في المجتمعات العالمية قاطبة. هناك طبعا هذه الخطة لها يعني لها أكثر من مجال، يعني تتطرق أكثر من محور أو أكثر من جانب، المصالح الصغيرة تتطرق للسلطات المحلية تتطرق. نعم، هنا فالمحور المتعلق مثلا في احتياجات المصالح الصغيرة هو محور هام. نرى أن عمليا على سبيل المثال تعامل البنوك مع المصالح، وتعامل قبل الأزمة كان تعامل قاسي وغير عادل، وهذه الأزمة أتت لتؤكد أو نحن نرى أن هناك استمرار لهذا التعامل من قبل البنوك. ونحن نحاول مع الطواقم ومع هيئات أخرى للضغط على أساس أنه البنوك يعني تسهل الإمكانيات أمام المصالح وتساعدها أن تعبر هذه الأزمة بشكل سهل. نعم. بناء على كواليس عملكم أستاذي وبناء على المعطيات أيضا التي تتعاملون معها بشكل يومي، صف لنا الصورة من يعني بما يتعلق بكورونا بالمجتمع العربي. المعطيات طبعا تتحدث من ناحية اقتصادية، بالنسبة للأوضاع الاقتصادية للمجتمع العربي طبعا هناك معطيات تدل على أننا كما هو الحال في كل أزمة الجسم الضعيف أو الطرف الضعيف يزداد ضعفا. نرى أن عمليا مثلا بنسب البطالة المتفشية في المجتمع في البلدات العربية تفوق كثير البطالة التي أعلن عنها في بلدات يهودية أخرى. على سبيل المثال الناصر، وذكرت في تقريركم أيضا أن نسبة البطالة تفوق 47%، حوالي نصف الأيدي العاملة الموجودة في المدينة هي عمليا متعطلة، إضافة على أن هذه المعطيات لا تعكس وضع الإغلاق الكامل لكثير من المصالح، وخاصة المصالح التي لها ارتباط بفرع السياحة والفروع التابعة لها. نعم. إذن أستاذ أمين فارس الخبير الاقتصادي وأيضا عضو اللجنة الاقتصادية بهيئة الطوارئ، شكرا لك على كل هذه المعلومات.